ونقول كل سنة وأنتم طيبين الليلة. أكيد. ومعنا أيضا مشاهدينا الأستاذ بطرس بيتر دوكان، أهلا ومرحبا بك. مرحبا بكم، وسعيدين أن نكون في برنامج التواصل. سنقف عند تجارب هؤلاء الناس مشاهدينا اليوم، ولكن تابعونا بعد هذا الفاصل. SSTV truly African. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، واليوم في ضيافتنا مجموعة من أعضاء فرقة جنوب السودان للمسرح، أستاذ أيمن وأستاذ بطرس، أهلا ومرحبا بكم مرة تانية. أهلا وسهلا سارة. أستاذ أيمن، بداية حدثنا عن الفرقة أو عن المجموعة دي، يعني بدايات الفرقة كانت متين؟ بداية الفرقة، نعم، أول فكرة بتاعت قيام العمل بتاعت مهرجان، نعم، منذ زمن بعيد على حسب المعلومات اللي أنا وجدته يعني، لكن ناس بطرس كانوا، لكن ناس بطرس كانوا أولى، أو هم كانوا سباقين يعني، كانوا عارفين المجموعة كيف من بدايتها بدأ الشغل. فأنا أفتكر بطرس يمكن يقدر يدي أكثر فيه. طب بطرس، متين كان التأسيس بالضبط؟ التأسيس تقريبا بدأ فجأة، لأنه جانا واحد اسمه تيم، نعم، هو كباحث من خلال مرور حقه في داخل الجامعة شاف انه في كلية بتاع دراما موسيقى وفنون، قام طرح الفكرة انه في لندن في مهرجان سنوية بتغام، ونحن كجنوب السودان ممكن نشارك، لكن الزمن ده نحن لسه كنا ما انفصلنا. قام قال لنا انه هو هياخد الفكرة وهيمشي بو لندن، هيقابل المسؤولين في المسرح بتاع شكسبير، بيطرح عليهم الفكرة، إذا وافقوا نحن هنجي نشتغل بعد الاندبندنت. وفعلا في جلوب سياتر في لندن وطرح الفكرة، والإدارين بتاع المسرح قبلوا منه، وبعد الانفصال جابوا لنا دعوة رسمية إنه نحن نشارك. طب على حد علمي إنه أنتوا ما المجموعة القومية للمسرح، أو أنتوا ما الفرقة القومية، الاسم جات من وين؟ يعني فرقة جنوب السودان، انت عشان تشارك في مسرح بتاع جلوب سياتر في لندن، لا بد انه تكون جسم مؤسس ومكون، لا. يعني في الفتره داك نحن ما كنا عندنا طريقه الا نسرح بتكوين بتاع اسم عشان نحن نشارك فوقه. حتى الجسم يا الفرقه، تكوين بتاعه طلع من مختلف الفرق، يعني انت بتلقى في ناس من كواتو، في ناس من داخل جامعه جوبا اساسه، وفي ناس يعني انهم خبرات كتير في الدراما، من خلال انه المعرفة بتاعنا بالنازل، ونحن قمنا قعدنا ديناهم دعوة، ولكن الاسم اوريدي كان بقى موجود. طب استاذ ايمن، من خلال كلام استاذ بطرس انه الفرقة تم تكوينها لانه كان في اوريدي سفر قدامكم، طب اختيار الشخصيات، كيف تم اختيار الشخصيات في 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 الفرقة عندكم قبل ما تسافروا للمهرجان؟ هل كان في فرصة مخصصة مثلا للدارسين، يعني لاصحاب الكليات، ناس درسوا دراما مثلا، ولا كان في بس موهبه بتاع التمثيل وتم اختيار الناس؟ اكيد اكيد في ناس موهوبين وفي ناس قروا الدراما، نعم، ومن امثالهم يعني استاذ بطرس ذاته، نعم، كانوا من ضمن الناس يعني ناس قروا تخصصوا في دراما، وهذا لحد استاذ يعني مرحله بيجي استاذ في جامعه جوبا في كليه دراما، نعم، وفي ناس الاثنين ماخذينه مع بعض يعني الدراسه والموهبه مع بعض، نعم، فكان الاختيار يعني نوعا ما كان عظيم، نعم، بالطريقه بتاعت انه في كان استاذ خبير، نعم، استاذ جوزيف ابوك، نعم، واستاذ ديريك الفريد، فشخصيات لهم اسماء يعني ما بتقدر تتكلم فيه خالص في، نعم، المجال الدرامي لهم باع طويل فيه، نعم، فكانوا اختيارهم للشخصيات او توزيع الادوار بعد ذاك ذاته للناس، نعم، بطريقه الخبره دي، هم لهم سنين طويل بيشتغلوا دراما، نعم، وبيعرفوا الناس الممثلين بتاع جنوب السودان معروفين لأن مشاركتنا كان في مهلات واحدة، دائما تلقى ناس بيشاركوا في مهلات كومبون جراوند، وين في خرطوم، وين يعني ناس في كواتو مركز ماوس، يعني دي الشخصيات كانوا بيقدروا يحركوا العمل الدرامي، فما كان بيكون عنده مشكلة إنه يقدر يلقى
الممثلين بسهولة ويدي الأدوار بيعرف من خلال شو. يعني أول مرة ما كان في يعني امتحان أو ما كان في تجربة للأداء؟ بحكم إنه الناس بيكونوا ممثلين يعني من بدري، يعني يمكن إحنا المشاهد بيعرف إنه أيمن جاسي مثلاً ممثل من بدري، أستاذ بطرس مثلاً هو ممثل وأستاذ من بدري، هل ما في كان مثلاً أداء ما في تجارب على المسرح عشان يختاروا ناس؟ ده بكون من خلال البروفات. نعم. يعني بدوك دور أكيد بتقرأ النص وبتمشي تتعمل فيه وتتخمس في شخصية وتجربه. بعد ذلك بيقوموا بيدربوك على الأشياء اللي ناقصة منك. yeah. المخرج نفسه okay. ممكن يضيف الأساتذة كانوا معانا الليل ونهار يعني بيضيفوا في كله، والعمل الدرامي كل يوم أنت بتلقى نفسك أنت بتكتشف فيه حاجة جديدة. داي ما, ما 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 بتكون وصلت قمة برغم إنك اشتغلت قديم ولا ما بتكون وصلت قمة. أستاذ بطرس أول مرة تلاقيته، يعني أول مرة تلاقيتم بالإحساس، أول مرة أنتوا جيتوا كجروب كمجموعة وحاولتوا مثلا تقعدوا تضعوا مثلا خطط لمواجهه التحدي الكبير اللي ماشيين له مثلا في مهرجان شكسبير اول مره، كيف كان اقبالكم على التحدي الكبير ده؟ بصراحه كنا عندنا تجاوب كثير ان احنا ماشيين نمثل جنوب السودان ولاول مره في التاريخ وماشيين نقدم يعني عمل بخصنا، لانه المسرحيه ذاته سيمبلين هي عبارة كان بتحكي عن مشاكل حقنا الداخلية، وزايد نحن انفصلنا مع الشمال. نعم. ده لو كل صفات بتاع انفصال، يعني قعدنا في بداية متجاوبين مع المسرحية ومع أنفسنا. نعم. لكن بس كان في حاجة صعب، نحن ماشيين وين؟ ماشيين لندن، ماشيين نقدم مسرحية. كتبوا شكسبير في تقريبا في القرن السابع حاجة كده، ونحن ماشيين نقدم مسرحية في لندن، يعني انت ماشي بيه مويه في بلد السقايين. ده بالنسبه لنا كان امتحان، تحدي كبير، تحدي. لكن نقول انه الفضل الكبير لاستاذ جوزيف ابو في البدايه، وبرضه استاذ ديريك الفريد، لانه لهم كان مجهود كثير. طب استاذ ايمن، يمكن اول ما اتلاقيت وقعدت حاولت توزعوا الادوار، يعني كيف صارت اول مثلا البروفات، اول يوم للبروفات كان في تجاوب كبير مثلا؟ بصراحه بتاعتي هريل كده، علما انه انتم مثلتوا التمثيليه بالعربي جوا. ايوه بالعربي جوا. يبقى كان في صعوبه جدا. لانه في عندنا ناس بيعرفوا عربي جوا، نعم، وعندنا ناس ما بيعرفوا عربي جوا. اكيد نمن في خلال البروفه اكتشفنا هناك في عربي جوا بطريقه بتاعت زاندي عربي جوا مدخل انه بعربي واو عربي جوا بتاع ترالي عربي جوا بتاع، فكان كل زول بلهجته بقى يستخدم عربي جوا. هو وفي صعوبه جدا كان، يعني في حاجه هناك خاصه لانه عربي جوا مكتوب بانجليزي، فكان في مشكله. الاغلبيه من المجموعه كانوا بيقروا اساسياتهم كله بتاع هناك بالعربي، فعشان الناس تقرا الانجليزي ويترجم من انجليزي لعربي جوبا. yeah. وبعدك تقدر انت ذاتك تتعود للكنات بتاع العربي جوبا. انا قال لي وكلنا روى وجيب لنا وشنو ده صعب اكيد الا داير تدريب، فكان قرايه مشكله قبل النطق ذاته، بعدك حتى انت تجي تفتش مرحله بتاع الدوار. لكن الناس قدرت تتخطى الحاجه دي مع الولف ومع الحزار والونسه، بيجينا في محل الفطور ذاته بتلقى زول بيحاول يتكلم عربي جوبا. لكن انا كويس كان، يعني هندي شويه قديم، يعني كنت في طفوله في جوبا الحمد لله من بدري. الكلام ده صح. هو بالنسبه له عربي جوبا يعني ساحل ما عنده مشكله. انا ذاته بالنسبه لي بالرغم انه قعدت كثير في الشمال، لكن كنت يعني شويه كده في عربي جوبا مع التواصل. لكن حقيقه كانت صعبه انه كونت عربي جوبا بانجليزي. ايفن اننا كان مجموعه بتاع جروب بتاع انجليزي بيشتغلوا دراما بانجليزي، كلهم ما قدروا، يعني اي واحد ادوا النص استسلم. صعب. الاسبوع الثاني جاء قالوا يا اخوانا نحن ما بنقدروا صراحه. بعد ما حاولوا اسبوع الثاني قالوا ما بيقدروا بيواصلوا. الناس السبت يا هو قدروا. والفضل بيرجع لهم لنجاح بتاع المسرحيه. اكيد يعني جاء احباط في الفترات الاولى. نعم. وبعدين كان في حلول، يعني الزول ما بيعرف انجليزي او ما قدر، مش ما بيعرف، بنعرف في ناس الاغلبيه بيعرفوا انجليزي حاليا لانه اللغه الرسميه. وبعدك الناس بقى يحاولوا يقلبوه من الانجليزي لعربي كتابيا، يعني عربي جوبا مكتوب بعربي بالاحرف العربيه، ممكن اهون عربي جوبا لعربي. فالناس
ترجم النص يعني ثاني الناس بيقولوا جوزيف ابوك بيقى ثاني اكثر من 10 جوزيف ابوك ثاني وكان جوزيف ابوك ترجم ثاني يقول يعني ترجم من انجليزي لعربي جوا ثاني من عربي جوا بانجليزي لعربي عشان يكون سهل معنا في بروفا يمكن في ناس جامح بعض يا استاذ بطرس لكن انتوا الناس اللي يمكن اصريتوا وحاولتوا تتعلموا يعني لازم يعني بكل اصرار انتوا سافرتوا لكن قبل ما تسافروا يعني كيف انتوا قدرتوا مثلا تقنعوا انفسكم انتوا البقيه فضلتوا حاولتوا تجتهدوا لان انتوا ما جيتوا قابلوا كان جمهور يعني درجه اولى في نقاد في صحفيين انتوا ما جيتوا تلاقوا يمكن ممثلين يعني دفعاتكم لكن عندهم امكانيات ناس عندهم يمكن يعني سنين طويله من العمل المسرحي يعني متمرسين شعوركم كان شنو انتوا ما جيتوا تقابلوا يعني زي كأنه في مصارعة ما بين مصارع جديد ويمكن مصارع قديم جدا يا فصعبة جدا إحساسكم شعوركم كان شنو في بداية في حاجة واحد كان قالوا لنا أستاذة إيستا هي ممثلة معنا قال لنا يا شباب فكروا في حاجة واحد الزول ما يخط إنه هو ماشي يقدم مسرحية عشان يلقى منه حاجة لكن كنت إنه أنت ماشي تمثل جنوب السودان وتانيا أنت ماشي تقدم دراما وين في لندن لابد إنه تقدم يعني الشخصية بتاعك لابد تتغمزه بكل صفات صعبة بالنسبة لنا إنه أنت ماشي تقدم مسرحية في لندن وجمهور هنا ناس عندهم خبرة في مسرح أكثر من 500 سنة أكيد. يعني المسرحية كتبوها في 1700 قرن السابع عشر ونحن دولة انفصلنا ما عدينا شهور ماشيين نقدم المسرحية واجهنا بحاجات إنه ذاته البروف اللي تبتقدمه مرات ما ساعاته كاملة مرات في مشاكل حاجات كثير واجهنا لكن بالصبر وبمجهود كثير قدرنا نواصل يعني أستاذ أيمن كده حدثنا عن القصة اللي انتو مثلتوها طبعا شكسبير كاتب معروف انه هو بيكتب مجموعة كبيرة من يمكن سكريبات او مجموعة كبيرة من القصص القصة اللي انتو مثلتوها كجروب كانت عن شنو؟ القصة اللي هو ملك سيمبلين نعم من دون الحكاية من روايات بتاعت شكسبير نعم اللي ما كان واضحة ومخمورة يعني نعم او كان تهت خالص فأنا هنا لينا شرف أن إحنا نقول إنه كجنوب السودان مثلنا مسرحية وبل طلعناه من تحت حتى الخواجات أنفسهم يعرفوا وبدأ يبحثوا ما هو الملك سيمبلين وبشنو فكان الناس اللي اختاروا القصة من دون القصص كانوا حاطينه لهم كانوا موفقين جدا لأنه صادف القصة شبيه يعني عشان كده بقول لك الراوي ده ما زول حاجة حين حاجة قبل 400 أو 500 سنة لكن بتحدث عن حاجات الحسي في الواقع الحسي اللي هو كان الصراع بين بريطانيا ورومانيا وبعدك المشاكل الحاصلة كان بيناتهم حصل سلام بعدك بعد المشاكل دي حصل سلام والناس دي اتفقت البريطانيين والرومانيين نفس الشيء الحكاية اللي حصل بين جنوب السودان والسودان الكبير بعد ذاك الناس عاشت في سلام ومشاكل في القصر قصر الملك دائما تلقى فيه مشاكل الصراعات هناك وبطرس ده بمناسبة اشتغل دور حرامي كده حرامي بتاع ما حرامي بتاع جيب لكن حرامي بتاع دير اسرق على الأميرة انت اتغمصت شخصية انا كنت شغال دورين الدور بتاع جولدوريوس اللي هو ابن الملك المفقود امير يعني مفقود مسروق سرقوا واحد من جنود الملك الخطبان بسبب انه مظلوم في القصر وكده شال ابن الملك شال ابنين منه اللي هو انا جولدوريوس وبلوتوريوس الصغير وانا فمشينا عشنا في الجبال ما عشنا في القصر واما في دور اخر هو صديق العاشق الاميره كنت صديقة عاشقة الأميرة وداك هناك برا بريطانيا ومنتقابل هناك مع ناس بطرس في شخصيته والسعلب المكار هناك في شروط خبيثة كده هو بخش بس ليه يا أستاذ بطرس أدوا مثلا لأيمن دورين هل في نقص كان في الكوادر مثلا ليه يمثلوا له دورين كان المشكلة وين ما بالنسبة للمخرج هو قبل ما يوزع الشخصيات هو قرأ المسرحية كويس بيقوم بيعمل بروفة بتاع الترابيزة يعني بوزع الأدوار أي زول بيقرأ من خلال قرايتك
هو طبعا بكون حل للشخصيات جاهز، بكون في ابعاد البعد النفسي الاجتماعي الجسماني. هو شاف انه ما الشخصيه بتاع ايمن مناسب على بعد الثلاثه اللي يتوفق فيه، هو بشيل الشخصيه بيختاروا له، وايمن كان موفق في الشخصيه لادولو. يلا لانه هو اشتغل دورين عندنا كان نقص، لانه نحن ما هنقدر نمشي بتقريبا 25 نفر في لندن نقدم مسرحيه. اللندنين تقريبا حجزوا لنا مقاعد بتاع 18 ولا 17 يعني، كنتوا مجموعه ونحن كنا مجموعه بيلي دارين بتاعنا. لا ده السبب اللي خلى انه ناس كتار اشتغلوا شخصيتين ثلاثه شخصيات، والناس كانوا موفقين. بس انت اشتغلت دور الخائن تقريبا حسب معلوماتي من استاذ ايمن، انه انت اشتغلت دور الخائن. انا اشتغلت الشخصيه بتاع جاكيمو، وتقريبا بالعربي البسيط كده نحن بقول ده الشخصيه بتاع سالم، يا بعربي جوبا بقول ده لورتولي زول المحتال. بقوم بخش تقريبا في شروط مع صاحبه، لانه المسرحيه كان بيتكلم ان يعني فيها قيم اجتماعيه وفيها قيم كتير. الامير بكون واثق انه من خطيبته انه ما بيقونه مهما حصل. انا بكتشف انه فعلا كلامه في محله، لكن بقوم بدبر لانه انا زول خسيس في المسرحيه. بقوم بشوف سبل تاني، وفي النهايه بقوم انا بنجح في السبل بتاعي، برجع للامير واقول له خلاص يعني حسب المسرحيه خلاص انا خلاص هو انت عامل مرتك. انا بقوم بكلش حبيت العميره مثلا، فهنا انه الكلام الخبر ما صح، الخبر ما صح، بس ده وصل مرحله خشى غرفة العميره يعني انا بدي الصفات. بس هل فعلا خشيت ولا بس عايز؟ لا انا خشيت الغرفه وشفت في حاجات معلق. ايفن وصلت مرحله في حاجات في جسم العميره. انا شفت وقت رجعت لسيد العمير حكيت له، وفعلا انه ده الحاجات الموجوده. وخلاص قال انا خلاص، يعني انت استغليت الوضع واثبت له فعلا انك انت عملت الحاجات. انا عملت الحاجات، هو صدق. وده من الخصائص بتاع الشخصيه. بس انت نهايتك نهايه استاذ بيتر في المسرحيه شو كان في حاله بتاع احتراف واعتذار وخوف. ده العظيم دائما العمل المسرحي لو الخير لازم ينتصر على الشر. اكيد. وإذا كان الشر بقى لحد نهاية، لو كان بودرز ده خش الغرفة وانتهى على كده، فكان في ناس كتير هي يخشوا غرف ناس. لكن بودرز أو بيتر دوكان كان في شخصية جاكيمو، وصل ورجع يعتذر. بعد ذاك رجع يعتذر وكان بخاف في الحاجة الخطية اللي عمله، لأنه هو شربك الحبيبين يعني عشاق اثنين فتنهم مع بعض بالطيبة بتاع الأميرة. استلم من الصندوق، دخلوا جوه، هو كان طريق والصندوق ذاته. فمشى قام حفظ الحاجات. طبعا من صعب انه زول يحفظ غرفة النوم بتاعت أكيد. حتى يمكن الأمير صدق، لانه انت قلت له بعض الحياة اللي يمكن ما في خالد وما في زول، هو بوستيموس. ايوه التفاصيل دقيقة، يحفظ غرفة النوم وفي اللوحة المرسوم جوا الغرفة، وما في زول بيعرف غرفة مرته. اكيد اكيد. فكان صدق لدرجة انه في حبة في الشامة قايم وين هنا شامة ولا هنا، ما في داعي لذكره. ماشي. طب انت ايمن نهايتك كان شنو في المسرحية؟ كان انت الابن اللي ضاع مثلا، او اللي خطف وعاش في الادغال، فجأة رجعت ما كنت في الخير اللي فيه النعمة. بس احنا كنا في خبرة باكتشاف انه امير جاي راجي جديد، امير قوي اكيد. لانه عارف الغابة وعارف الخلا، وبعد ذاك بكون المدينه بالنسبه له طبعا صعب، قصر جديد لكن كان في مباركه من الاب، وانتوا اهو مستقبل بتاع السلطه ده، وانتوا اهو كده. فكان فرحه كبير عم البيت انه الابناء كله ظهروا في قصر الملك بصوره فجائيه. واللي مش سيبير ابدع غريب جدا في المسرحيه ده، وما ما ما, ما غريبه من حاجاته برضه يعني، هو زول معروف في الخيال الواسع. فقدر يجمع بين الملك وابنائه. لانه حتى الاميره جت في يوم من ايام فقدوها، بقت ما فيش، مشت تبحث عن حبيبه برضه، بقت مفقوده وكان بيعتبروها ماتت. شوف الفرحه دي، حتى في حوارات بتاع الملك هناك بقول انا كانه مره على ليله ولدوا اثنين تيمان، يعني فرحان جدا جدا. عياله رجعوا وكان في سلام هناك، قام انتصره انتصار بتاعه في انتصاره
البريطانيين قام عافى حتى العسرة الأسرة بتاع هنا. القصة تقريبا ما بين الرومان وال أيوة والبريطانيين والإنجليزية. طب أنتوا مخرجكم كم منو؟ مخرج المسرحية من هنا ولا برضو من من بريطانيا؟ لا المخرج بتاعنا هو كان جوزيف أبوك وديريك ألفريد الاثنين مع بعض كانوا مخرجين. بالرغم إنه جوزيف هو ساهم في ترجمة بتاع مسرحية من إنجليزي لعربي. عربي. أي. طب أنتوا حصل عرضتوا المسرحية هنا؟ طبعا إحنا عارفين إنه يعني دور عرض يمكن في 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 البلد هنا يمكن صعبة، بس أنتوا هل عرضتوا المسرحية مثلا في مناسبات أو في أي جامعات مثلا؟ نحن عرضنا المسرحية في نياكورين كالتشر سنتر في المسرح بتاعه. نعم. وتقريبا الدخول كان فري. لانه نحن من مهرجان قلنا انه لابد انه نحن قدمنا المسرحيه برا. نعم. ليه؟ انه الجنوبي ما يشوف المسرحيه دي. وثانيا قدمناه في سحارة هوتيل. نعم. سحارة ده تقريبا كان دخول بقروش. نعم. لكن بتانيا كورين كالتشر سنتر كان مجاني. اكيد. طب ما حاولتوا مثلا تعملوا مسرحيات ثانيه يعني اعمال جديده مثلا من بعد المسرحية اللي يمكن ده مسرحية انترناشنال يعني يمكن نقول شكسبير، بس انتوا هنا ما في كاتب مثلا؟ لا نحن من هنا قدمنا مسرحية في يوم العالمي. نعم. في مسرح بتاع جامعة جوبا. نعم. من نفس الجروب ده لا في كام مجموعات مشاركة في اليوم ده منه في جامعة جوبا. نعم. بتمثل في الكلية بتاع فنون موسيقى قسم بتاع دراما، وفي المجموعة اللي نحن وفي مجموعة بتاع درك ده اللي كانوا شاركوا في المهرجان بتاع يوم العالم للمسرح، وقدمنا مسرحية من عندنا تقريبا هو لا برضو مسرحية عالمية لكن كان باللغة البسيط هو عربي جوبا. هل انتوا لقيتوا دعوات؟ لانه طبعا احنا في جنوب السودان عندنا فرص انه مثلا نمثل بلدنا كدولة جديدة يعني بالذات في الأنشطة الفكرية الثقافية، يعني يمكن زي الكورة اعتمدونا خلاص يمكن في هنا في الفيفا. نعم. وشوي انتوا في 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 المسارح يعني شايفكم انتوا طلعتوا طلة واحدة او مشيتوا زيارة واحدة لبريطانيا. زيارة كان موفق يعني. بمناسبة ما زيارة أكيد. عادية. أكيد. زيارة كان يعني الناس انا اريد اقول للناس اللي مشوا كتير من زياراتهم. نعم. عادي كان، لكن احنا بالنسبة لنا كان 4 نجوم من اصلي 5 نجوم. Yeah. يعني ده الدول القديمه جدا جدا وانت استقلال بعيد. السؤال ده انا كنت عايز اساله يعني كانوا غريبه جدا انه احنا نجي كدوله جديد. نعم. مش وليد جديد. جديد. جديد دوله جديده يعني في استقلاله. نعم. اخذ استقلاله. نعم. بس اثبتنا انه الفن كان قديم. نعم. بالنسبه للدوله ده. نعم. ابن الجنوب زور فنان من بدري خالص. نعم. بس فقط كان ما ينقص دوله. فمشاركة بتاعنا في لندن تاني جانا دعوة، بعد ذلك كان في ترشيحنا لمشاركة في مهرجان برضو في هند. Yeah. وبرضو مشينا شاركنا فيه. Yeah. فكان المشاركة بتاعت هند برضو كان كويس ما بطل في بنغلور في مسرح هناك في بنغلور. Yeah. مشينا شاركنا برضو باسم جنوب السودان برضو موفقين كان، وفي دعوات يعني من كثير من الدول هسي. Yeah. بيدعونا نشتغل بس. Yeah. جانا دعوتين تقريبا، واحد في ساوث أفريكا والثاني تقريبا في نيويورك. ما يتوفقنا مشينا فيه لأنه نحن ما كنا مسجلين. نحن في إجراءات بتاع تسجيل ما تسجيل الزمن على الدون لو المحدد انتهى. نعم. لذلك ما قدرنا نشارك في نيويورك ولا في ساوث أفريكا. الدعوة دي بعد لندن بعد الحين مباشرة. بعد الحين مباشرة. بس المشكلة وين؟ يعني الدعوات بتجيكم عبر وزارة الثقافة أكيد، يعني تسجيل أنتوا عايزين تسجل وين يعني مثلا؟ تسجيل الأخركم لا تسجيل شو؟ أنت لأنه أي مجموعة. نعم. درامية أو جروب أو شركة لابد أن يسجل سواء كان في جوس يا في وزارة بتاع الثقافة. نعم. بتاع الولاية. نعم. عشان يدوك الرخصة انك أيوة يعني تشتغل في اي زمن. ونحن ما كنا عندنا الرخصة. المشي الاول كان استثناء من وزارة بتاع الثقافة تقريبا لانه نحن ماشيين نمشي جنوب السودان. المشي الثاني برضو اوريدي نحن بس جابوا لنا دعوة ومشينا، لكن الثالث بقى صعبة لانه طلبوا مننا انه نرسل لهم الاوراق الثبوتية بتاعنا. نعم. ورق مروس باسم الشركة. نعم. وال تسريح بتاعنا ما كنا عندنا. نعم. ده كان كله سبب، لكن في النهاية تمينا المشاكل ونحن في انتظار الدعوات بعد كده. أكيد. استسمحوا لي بس نمشي شوية لفاصل ونجي راجعين.
مشاهدينا ما زلنا اليوم في حوار شيق جدا مع أهل الفن والمسرح. هنمشي فاصل مشاهدينا ونعود لنجد الحلول للدراما في جنوب السودان. إذن تابعونا. Thank you.